اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. دكتور احمد ثابت، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. دكتور احمد ثابت اهو عشان ما كله كويس؟ كله تمام. استاذ كريم سعيد، ازيك يا استاذ كريم؟ ازيك يا كابتن اسلام، اخبارك ايه؟ الحمد لله. عاملين ايه؟ الحمد لله. هنشرح سان داونز النهارده؟ نتكلم عن نقاط القوة وضعف. اول لما دخل قال لي بقول لك ايه، احنا عايزين تلت ساعه النهارده في سان داونز، مش عارف ليه يعني، بس ماشي حاضر. لا فرقه حلوه، فرقه تطورت في الكوره جدا، وبصراحه انا كمان متابعهم لان انا حضرت ماتشات الاهلي وسان داونز كتير، فشفتهم عن القرب متطورين. يعني حتى في الماتش اللي فات بتاع الاهلي وسان داونز لقيتهم بيعملوا استشفاء في الملعب، اللي حضر المباراه بعد المباراه على طول بداوا الاستشفاء، بيستخدموا كمان جايبين طبيب نفسي معاهم بيعمل لهم اغاني قبل الماتش، يقعدوا يغنوا كده ويعملوا هيصه. اللي حضر المباراه شاف الكلام ده. بس لا يعني هي لو على كده احنا من سنه 2000، من ساعه ما احنا كنا بنلعب وقبلها والناس من الافارقه بيعملوا كده. بس مهتمين السنه دي، جايبين محلل اداء للضربات الثابته، عندهم كذا محلل اداء، عندهم فريق سكاوتنج، متطورين، عاملين صفقات كمان بمبالغ. هنتكلم على كل هذه الامور، ولكن خلينا نبدا معاك يا احمد بمنتخب الشباب الاول عشان اقفل القصه دي، لان كلنا زعلانين الحقيقه على هذا الشكل العام. الحقيقه البطوله دي كلها على بعض كده يعني محسساني كان ممكن يتعمل افضل من كده بكتير قوي، سواء على الناحيه التنظيميه وفشل اتحاد كره القدم في تنظيم هذه، انا بقول فشل اهو اتحاد كره القدم في تنظيم هذه البطوله، او حتى في الناحيه الفنيه وفشل اتحاد كره القدم في اعداد جيد وجهاز فني جيد لهذا الفريق لهذا المنتخب. للامانه اتحاد الكره بيواصل الفشل في كل حاجه بصراحه. انا مش عارف بصراحه ليه الاصرار كده على الفشل. يعني انت حتى منظم بطوله على ارضك وعارفين الكلام ده من 6 7 شهور، يبقى مفروض يكون في اعداد محترم للفريق ده. على فكره اللعيبه كويسه، يعني انا متابع بقوه فرق الناشئين 2001 و2000، ده هم خلصوا على جيل 2006 وبيخلصوا على جيل 2003، 2006 خلاص. خلاص خلص. خلص، دلوقتي بيخلصوا على 2000. هيجمعوا 5 و6 بقى مع بعض في 2005. و2003 دلوقتي بيخلصوا عليه، و2001 لسه الشهر الجاي، يعني حاولوا يا جماعه بس تلحقوا الجيل، يعني الحقوا لنا جيل حتى، لكن اللي بيحصل ده عيب، عيب. فاضل المنتخب الاولمبي صحيح. ما هو الشهر الجاي. في مباراتين. في زامبيا. مباراتين زامبيا اللي هي المؤهله للتصفيات. فانت يعني حاولوا تلحقوا بس اللي بيحصل ده الاول. عيب ان مصر تكون بتنظم بطوله على ملعبها وما تجيبش جون في اول ماتشين. احنا ما سجلناش هدف يا جماعه في اول ماتشين، وبنلعب موزمبيق وبنلعب نيجيريا. نيجيريا فريق محترم، ولسه هنلعب الغول بتاعهم السنغال اللي هو اصلا اللي هياخد البطوله. السنغال دي عندها لعيبه سامبا ديالو وبابا ديالو. سامبا ديالو ده ساديو ماني الجديد. كلهم ديالو. عيلة ديالو موجوده ديالو. معاهم فرقه كويسه جدا. الوحش بتاعهم نيجيريا اللي هو التوب رقم 2، موزمبيق طبعا اقل فرقه. فانت انا بصراحه شايف، اولا انا مش شايف خطه، شايف طريقه لعب المنتخب مصر. اصرار كابتن محمود جابر على اللعب ب 3 4 3 اصرار غريب. يا عم انت بتلعب بطوله على ملعبك وسط ملعبك، ليه بنضيع 60 دقيقه كل مباراه العب بثلاثه ورا وبعدين اقوم مطلع الباك المساك الشمال احمد هاني اللي هو بيلعب في غزل المحله، اقوم مطلعه واقوم منزل جناح؟ طب ما من الاول العب 4 2 3 1. ليه مصر كلها شايفه ان احنا ما عندناش صانع العاب، ما بنهاجمش من العمق، في فجوه في وسط الملعب؟ لا بتفرج عليهم مفيش خطه، مفيش جمل، مفيش روح. تحس ان كل واحد عايز يلعب، حتى رأفت خليل تحس ان هو بيلعب فردي. كل اللعيبه فرديه. بلال مظهر هداف دوري ابطال اوروبا، كلهم. يعني انا مش عايز اظلم اللعيبه برضو، انا عايز اقول للناس ما تظلموش اللعيبه، لان ما اقدرش احكم على اللعيبه في ظل ان مفيش خطه، مفيش تكتيك، مفيش جمل متحفظه. فانت لو حكمت مثلا، لو قلت المدافع ده وحش، عمر فايد وحش، قلت عبد الرحمن رشدان، ما ينفعش، لان الخطه مفيش تكتيك يا جماعه، مفيش طريقه لعب. والكلام ده كنا شايفينه على فكره، اي متابع لفرق الناشئين كان شايف ومتوقع ان ده هيحصل، وانا برضو متوقع ان المنتخب الاولمبي هيحصل فيه نفس الكلام ده. لو ما حصلش وقفه هيحصل، هتبقى كارثه، هتبقى 2006 فشل، 2003 فشل، 2001 فشل. انا ما اعرفش اتحاد الكوره، المفروض ان في ناس مختصه بالرياضه، كابتن حازم امام وكابتن محمد بركات، ناس مختصه بالكوره، يعني ناس كباتن كبار ولعبوا كوره ونجوم كوره، المفروض يكون في، يعني يا جماعه ده، يعني أنا آسف، ده يجب أن يتم الكلام على كل الاتحاد كرة قدم، والاتحاد كله فشل إداري، فشل إداري وفضايح بتحصل على كل الأصعدة الحقيقة، سواء في المنتخبات، سواء في القيد اللي بيحصل واللي بيحصل في الأزمات المستمرة، سواء في إن هم بيخبوا الجوابات اللي بتيجي، سواء حاجات كتيرة جدا. يعني مفيش محلل أداء، مفيش محلل أداء في الجهاز الفني،
الوقت الكوره بقت علم ودراسه، لازم انت عشان اجيب مدرب لمنتخب مصر لازم اجيب انا اتابع الاول، انزل اتابع دورات الناشئين اشوف مين الفرق، لو انا مثلا مش عايز اجيب نجم مثلا او اجيب حد من النجوم اللي بيدربوا في الدو في الممتاز. انا بقى شايف عكس الكلام اللي انت بتقوله ده، اجيب كل حاجه، لازم اجيب ده منتخب الشباب ولا منتخب لازم يبقى نجم، لازم يبقى نجم. يجب ان يكون هناك احترام الحقيقه ليه طبعا، بس لازم يبقى نجم مؤهل ان هو يبقى مدرب. يعني انا ممكن خلاص. عندي كوادر فنيه ممكن احطها في يعني صحيح. كابتن حسام حسن مثلا، كابتن علي ماهر، كابتن الناس اللي ماسكه في الانديه وناجحه ممكن احطها، لان اللاعب الصاعد ده احمد سامي، كابتن احمد سامي، كذا حد من الكوادر اللي طلع احطها، لان الولد الصغير لما يشوف نجم وديله الفلوس اللي هو عايزها بالمناسبه، لان هو مش مثلا ما هو برضه خلي بالك انا اسف معلش لان في حاجات الواحد بتبقى جواه مش قادر يعني في كابتن برضه كابتن محمود جابر خلي بالك برضه ما هو انا اعمل كذا حاضر هو لازم يجب ان يكون له موقف، انا ازاي لم يتم عمل استعدادات جيده لهذا المنتخب، بس معلش بعدين لما يجي يتقال لك ايه خد اتنين تلاته دول بس معاك كفايه كده على المنتخب، ما فيش حاجه اسمها كده، كنت في الجهاز الفني لازم اقول ان انا عايز واحد واتنين، لان انت اللي هتتحاسب. بس معلش برضه كابتن اسلام دلوقتي. كامل الاحترام للكابتن محمود جابر، ولكن هو مش صاحب سي في قوي، مش صاحب سيره ذاتيه قويه، مش اسم كبير عشان اجيبه امسكه المنتخب الاولمبي، لازم يكون اسم حقق نجاحات. معرفش النهارده الاستاذ ماجد سامي رئيس وادي دجله او مالك نادي وادي دجله يعني قال كلمتين على الفيسبوك الحقيقه ما اعرفش هم صح ولا غلط، يعني لازم اجيب سي في كويس للمنتخب المصري، يكون حقق نجاحات مثلا، يكون حقق 3 دوري شباب، يكون عمل نجاحات مع فرقه اقدر اللعيبه تقتنع بيه كمان، يكون الجهاز كامل ده ما فيش محلل اداء يا جماعه، محلل الاداء الموجود منسق اعلامي، يعني الجهاز الفني لمنتخب مصر ما فيهوش محلل اداء متخصص بتحليل الاداء للفرق. فبصراحه يعني ده فشل مستمر لاتحاد الكوره، والنهارده كمان يعني دي النهارده يوم سيء لاتحاد الكوره المصري حتى في ازمه القيد. تخيل ان في يعني نادي بيقيد لاعب عمرها ما حصلت، اول مره في العالم ان نادي يقيد لاعب بعد 22 يوم من غلق باب القيد. 22 يوم من غلق باب القيد نادي بيقيد لاعب، الناس ممكن تقول لك اصل النادي، على فكره انا مش بلوم النادي، انا بلوم اتحاد الكوره. كلنا بنلوم اتحاد الكوره. اتحاد الكوره هو السبب. مين اللي طلع بيان وقال يا كريم ان هو لا يملك يعني انا مش هقيد قيد اللاعبين ده، انا مش هقدر اقيدهم لانه ارجعوا للنادي بقى. بيقول لجمهور النادي المنافس، انت فاهم؟ هو طبعا اتحاد الكوره اكيد يعني المشاكل دلوقتي بتجتمع اداريا وفنيا، طبعا اكيد موضوع الفني هو اللي بيلقي بالضوء على الاتحاد بشكل كبير، واللي خلى كمان وزير الشباب يطلع بعد المباراه يعني رمى الكوره في جعبه الاتحاد، قال يعني اختيار الاجهزه الفنيه مسؤوليه الاتحاد، وطبعا هو في كلامه شايل المسؤوليه مع اللعيبه، يعني الوزير وهو بيتكلم قال اللعيبه كويسه واللعيب عندنا مواهب وكل شيء، لكن هو الفكره يا كابتن اسلام ان المنتخبات يعني هي مش هقول معلومه عندي ولا حاجه، بس الناس لازم تعرف ان اتحاد الكوره داخل اتحاد الكوره جزر. يعني ايه جزر؟ كل عضو مجلس اداره عنده يعني سيطره او عنده قوه واخد حته، هم مقسمين ده اللي هو مشهور اعتقد صح؟ ده اللي ده مين؟ لا انا مش هقول اسماء. لا قول اسماء ليه لا؟ لا انا مش هقول اسماء. طيب انا عارف هتكلم بشكل عام يعني على اسلوب اداره الاتحاد، كان في حد بيتكلم معايا وكان حد يعني كويس جدا 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 في شغلانته وفي منصبه، وهو كمان يعني عنده يعني تاريخ في منتخبات الناشئين، وتم رفض ان هو يدوله المنصب في احد المنتخبات الوطنيه يعني. فالاتحاد من جوه جزر. تعيين الكابتن محمود جابر مثلا لما نيجي نسال ايه ماهيته او مبني على ايه او ايه التاريخ اللي انت بنيت عليه عشان تجيب الكابتن محمود جابر مدير فني للمنتخب اللي بيطعم بعد كده المنتخب الاولمبي، يعني ده تالت اهم منتخب لمصر. ما اعتقدش في حد عنده اجابه، ايا كان الكابتن محمود جابر هو الاستاذ ماجد سامي عنده. نعم؟ الاستاذ ماجد سامي. كابتن ماجد الاستاذ ماجد سامي طبعا كتب ان الاستاذ محمود جابر هو والد عمر كابتن. جابر. كابتن. كابتن محمود جابر هو والد عمر جابر، وعمر جابر بيرتبط بعلاقه قويه بمحمد صلاح، بس دي من وجهه نظره. من وجهة نظره طبعا. يعني. لكن بكل امانه احنا بنسال ايه المعايير اللي بيتم عليها اختيار الاجهزه الفنيه. انا سمعت سياده الوزير، انا اسف بس انا سمعت سياده الوزير وهو بيتكلم وقال بعد كده ان هو الوزاره لن تسمح بوجود مدربين او مديرين فنيين للاجهزه الفنيه لمنتخبات الناشئين والشباب الا بمعايير محدده.
اوكي بس يعني اوكي شيء جيد ان الوزير يقول كده، بس برضه هو برضه كان له اجابه لما اتسال في امور اخرى وقال دي شؤون داخليه لاتحاد الكوره واحنا ما بنراقبش، الوزاره ما لهاش سلطه على اتحاد الكوره. اه مثلا يعني المهم يعني في امور لها اجابه وفيها وفي امور اخرى ليها اجابات اخرى، بس احنا في الاخر عايزين المصلحه. المصلحه حاليا بتقول ان اتحاد الكوره الحالي فشل مع كل المنتخبات الوطنيه الممكنه اللي احنا ممكن نبقى حتى لو صعدوا دول على فكره بالمناسبه هم عندهم امل طبعا، بس الفكره كابتن اسلام زي ما احمد قال تقعد 180 دقيقه، خلي بالك مش من غير بس من غير هدف، لا تتفرج على الماتشين يعني ولا جمله تكتيكيه ولا جمله تكتيكيه. حتى الفرصتين اللي كانوا عندنا النهارده كانوا من العاب فرديه بحته، ولا جمله تكتيكيه اتعملت المنتخب. وكمان البعض بيلوم على الجهاز الفني ان كان في مجموعه من اللاعبين المحترفين تم استبعادهم لاسباب فنيه وتم تعويضهم بلاعبين. طبعا احنا الفئه العمريه دي مش هتلاقي عليها تسليط اعلامي كبير، فبالتالي الاخطاء لو حصلت عمرك ما تركز معاها. والله العظيم يا كريم قبل البطوله بشهر ونص في هذا البرنامج ثلاث حلقات اسبوع كامل، اربع حلقات كامله ورا بعض كل يوم انبه اقول لهم يا جماعه طب قولوا لنا مين مدير البطوله عشان نتواصل معاه ونتكلم معاه ونبتدي نعمل بابلش يعني دعاية. نعمل اعلان ودعايه لهذه البطوله اللي هتقام في مصر، قولوا لنا المباريات الوديه والدوليه اللي هتتلعب لمنتخب مصر ايه عشان نقول للناس اتفرجوا على المنتخب ده. خلي بالك محدش بيرد والله لغايه قبل ماتش مصر وموزمبيق ليله الماتش والله كان في ناس كتير ما تعرفش بكره الافتتاح ده وكمان الافتتاح كان سيء جدا. انا مش عايز اتكلم في مولي ده، عايز اتكلم في الفنيات. ففي الاخر النهارده الكابتن محمود جابر وصل ان الفريق 180 دقيقه مع 5 اهداف وراح يلعب في المباراه الثالثه مع الغول الافريقي القادم في كل الالعاب. السنغال يا جماعه تكتسحنا في كل شيء، كره شاطئيه نوصل فاينل السنغال تكسب، منتخب اول بنوصل فاينل كاس امم بيكسبونا بيطلعونا من تصفيات المونديال النهارده وبعد كده بيكسبونا في الناشئين. فاحنا ببساطه فريق جنراسيون فوت اللي جه لاعب نادي الزمالك منذ كام عام. تعال بص يا جماعه الفرقه دي النهارده بتطلع كم لاعبين لاوروبا. صحيح والله يا كابتن. بص يا كابتن عايز اقول حاجه والله، الكوره والرياضه والكوره بقى احنا كان في الكوره مش كانش في الرياضه بشكل عام، الكوره بالدراع بدراعك والعين كويسه، بس طول ما انت بتختار بكويس وحد بيلعب ولاعيب كويس وشايل نفسه خلاص. احنا بكل امانه احنا بندفع ثمن مجاملات وبندفع ثمن الشلليه في الاختيارات وبندفع ثمن عدم الاداره الجيده للكره المصريه. الاتحاد ده أسوأ اتحاد ادار الكره المصريه في الفتره الاخيره، واحنا طبعا هنستنى يعني ندي الاولاد برضو حقهم ان هم يلعبوا ماتش وهنبقى في ظهرهم. اه بس بكل امانه زي ما الفشل بس في نقطه مهمه ثابت قالها ما ينفعش نعديها، نقطه مهمه جدا ان الفئات العمريه دي انت بتقضي عليها، دول مش زي الكبار اللي هو ممكن يفشل بعد كده عنده فرص كتيره بعد كده. لا ده شكرا. المنتخب اللي بيفشل في التارجت بتاعه بح انت بتسرحه وتبدا تشتغل على جيل جديد بعديه وهكذا وهكذا. ففي النهارده تلات اجيال انت قضيت عليهم، ده دول في ذنب مين؟ دول النهارده مش هيروحوا في اي انديه. هيقول لك مش احنا ده الاستاذ احمد مجاهد عموما. انت في حاجه كمان صدق. انت منتخب احنا نلعب كاس عالم اللي جاي 20/6 وكام؟ 2026 للكبار صح؟ للكبار اه المفروض ان ده 2000 جيل 2001 وجيل 2003 هم اللي بعد في يعني بعد 3 سنين. جيل 2001 يبقى عنده 25 سنه 25 سنه أهو. وجيل 2003 الجيل ده برضه يعني جيل 2001 و2003 دول اللي هيبقوا على الاقل 50% من منتخب مصر يفترض. على بعض لعيبه الاهلي والزمالك والمحترفين. فانت كده بتموت جيل، بتموت لعيبه. القيد أزمة القيد دي أزمة غريبة جدا. يمكن إن البعض صور للناس النهاردة إن الزمالك كان مقيد لعيبة أو هم حطوهم على السيستم ساعتها، ماشي هم فعلا حطوهم على السيستم، بس الزمالك ما عملش حاجتين أساسيين. أولا ما دفعش رسوم القيد، دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية إن لازم ياخد موافقة اتحاد الكورة على القيد. لا يبقى إيه؟ يبقى هو ما دفعش فلوس القيد قبل اللي هو يوم 1 فبراير، ما دفعوش رسوم القيد بتاعت اللعيبه. الحاجه الثانيه ما خدوش الموافقه بتاعت اتحاد الكوره على القيد، ومين اللي قال كده؟ اتحاد الكوره في البيان بتاعه يوم 1 فبراير، اتحاد الكوره هو اللي ورط نفسه. يعني رئيس نادي الزمالك لما راح لهم هو اتحاد الكوره اللي طلع وورط نفسه، دلوقتي عايزين يبينوا للناس ان ما فيش مشكله والقيد. طب ما انت امال احنا عايشين في ال 22 يوم اللي فاتوا دول مشكله على ايه؟ يعني انت بتصور للناس دلوقتي ان ما كانش في مشكله؟ لا في مشكله،
والقيد دلوقتي القيد ده مش صحيح. بقول لك فشل كبير يا كريم في الاتحاد المصري في لكرة القدم في كل شيء، فني وإداري وتنسيقي وتنظيمي وكل شيء. هو يعني سريعا وتقييدي كمان، لو في حاجه اسمها تقييد. طبعا سريعا واضح ان في يعني انا هقول ايه، واضح ان رئيس نادي الزمالك استاذ مرتضى منصور نجح باسلوبه ان هو يوصل للهدف بتاعه وحقه ده نادي اللي هو بيدافع عنه. لكن تعالى نبص على استاذ جمال علام رئيس اتحاد الكوره اللي اصلا يوم المشكله اختفى وشفنا الفيديوهات هو مش موجود. طيب بيان اتحاد الكوره الرسمي قال ان نادي الزمالك لم يستوفي الشروط اللي حطها اتحاد الكوره للقيد وبالتالي السيستم اتقفل. وهنا في نقطه مهمه جدا جدا جدا، ان بناء على عدم قيد نادي الزمالك 3 صفقات محليا لم يتم قيدهم في القائمه الافريقيه، والكاف اعلن القوائم الاخيره النهائيه للانديه ووزعها على جميع وسائل الاعلام. احنا خدنا في يلا كوره خدنا نسخه من كل القوائم، قائمه نادي الزمالك فيها 3 لعيبه. النهارده اتحاد الكوره ومصادر من اتحاد الكوره قالوا ان احنا ايدنا ال3 لاعبين نادي الزمالك محليا وافريقيا. ده تصريح رسمي، تصريح رسمي من احد مصادر اتحاد الكوره. فانا طبعا الكاف ما اتكلمش، كاف ملوش دعوه، كاف هيقول لك انا ارجع للنادي، ارجع للاتحاد. بس هنا في نقطه مهمه جدا جدا جدا، ازاي السيستم بتاع الكاف اتايد فيه اللاعبين بعد انتهاء 31 يناير؟ ده سؤال لازم اتحاد الكوره يجاوب عليه. الحاجه الثانيه نفترض النهارده برضه في موظف اتحاد الكوره قال يا جماعه بصوا عشان ما يحصلش دوشه ما توجعناش دماغنا، المعترض يروح المحكمه الرياضيه. ده تصريح رسمي برضه تصريح رسمي. قال النهارده الجهه الوحيده اللي انت ممكن تروح لها بعد قرار النهارده المحكمه الرياضيه، حتى مش الفيفا. اوكي نفترض، نادي بيلاعب نادي الزمالك في الاسابيع القادمه وهو يعني على وشك الهبوط، ولقى ان المخرج بتاعه من نقط دول. التلات نقط دول في ان اللعيب من التلاته دول شارك في الماتش وراح باعت المحكمه الرياضيه، والمحكمه الرياضيه قالت ايوه الكلام بتاع النادي ده صح بناء على مراسلات اللي تمت، والفيفا طبعا برأ نفسه. الفيفا قال ايه في الرد بتاعه على الاتحاد؟ قال له نفذ اللوائح. هو لا قال له ولا لا على الطلب، هو قال له احنا مالناش دعوه ده شان داخلي، اعمل الصح زي الفيلم بتاع احمد بيكي. قال له يعني ايه؟ قال له اعمل الصح وخلاص. فهو النهارده هو الدين بيقول ايه؟ فهو النهارده السؤال بقى، لنفترض كده جه، خلي بالك الكلام ده يا كابتن اسلام مش هيحصل دلوقتي، هيحصل امتى؟ لما بعض الانديه تتاكد ان هي قريبه منين؟ من الهبوط. هتبدا تتعلق باي اشياء، وخصوصا وضع في الاعتبار ان الموسم ده في انديه كتيره معاها فلوس. يعني مثلا بقول مثلا بنك الاهلي، نادي البنك الاهلي لغايه النهارده هو متعسر للغايه ورغم ان عنده امكانيات مهوله. لو نادي البنك الاهلي لقى ان ضلته عشان يقعد او يلغي الدوري كله او يعمل اي مشكله في ان هو يرفع قضيه عشان موضوع قيد 3 لعيبه نادي الزمالك، ممكن ونلاقي نفسنا في حزب البنك الاهلي او اي نادي. الاسماعيلي طبعا، نادي الاسماعيلي دي اي نادي خلاص، ما هو متاح للناس كلها. فهي الفكره في حته ايه؟ احنا وصلنا، احنا كنا شويه بنتكلم فني دلوقتي بنتكلم اداري. احنا وصلنا اتحاد كره فشل في كل شيء، مفيش ممكن فشل، مفيش حاجه واحده تعمل صح. المشكله ان الدوري يتلغي في حاجه زي كده، ممكن هل لو نادي قدم الدوري يتلغي هل دي هتبقى مشكله كبيره على اتحاد الكوره؟ يعني دي ممكن تبقى مشكله كبيره، ممكن اي نادي من اللي تحت لو قدم للفيفا جواب وفتحوا في الموضوع ده، ما الله اعلم بقى هل بقى ساعتها هيبقى في مشكله بالنسبه للدوري ولا بالنسبه للمباراه نفسها، المباراه المعنيه بالشكوى، مش هنعرف ساعتها. احنا مشكلتنا احنا في مصر ان المسؤولين ما بيقروش، لا هما بيتعلموا بعد المشكله. يعني المشكله تحصل بعد كده نقعد نقرا فيها، لانه في الاخر ما حدش بيقول لك حاجه. عشان كده هو انا مستني اتكلم في الموضوع ده بحذافيره ليه؟ لما يجي لي الورق كله الحيثيات بتاعت الحكم، حيثياته وده وده، وبعد كده انا بس عايز اقول بقى الكلمه دي بسرعه. وبعد كده لما يقول لك بقى استقاله النادي الاهلي تناولت هذا الامر لان هي قناه خاصه بالنادي الاهلي وهم متضايقين من الزمالك، زي الكلام بيتقال دلوقتي. يعني يحصل من بعض بصراحه الاعلاميين يقول لك اصل هم عملوا كذا مشكله في قناه الزمالك. طب ما قناه، طب يا جماعه احنا بنتكلم في صوب الموضوع، الالفاظ حتى اللي بنستخدمها هنا اشك ان يتم مقارنتها باي حاجه بقى احنا بنسمعها. لا بجد والله يا كابتن اسلام بكل امانه والله العظيم، بعد ماتش السنغال الجاي يعني ندي الشباب فرصه بجد والله، ملف اتحاد الكوره يجب ان يتم حسابه
حسابه اعلاميا. صحيح؟ هو طبعا وزاره الشباب والرياضه مش هتشيل حد، والفيفا هو المتحكم في اتحاد الكوره في الاسماء بناء على الانتخابات والكاب والكفته والكلام ده كله، اوكي مفيش مشكله، لكن اعلاميا من حقنا اعلاميا وجماهيريا ان احنا نحاسب الناس دي وبكل امانه. بكل امانه انا بقول للكابتن حازم وبقول للكابتن محمد بركات، انتوا كنتوا لاعبين سابقين وانتوا ارتضيتم ان تضعوا اساميكم مع المجموعه الحاليه بكل امانه، يعني وكل واحد فيكم له اسمه داخل الملعب، لكن اداريا بكل امانه بكل امانه فشل ذريع. وانا بقول اهو على محمد بركات وعلى حازم امام وعلى لا وسكتوا الاسماء اللي موجوده وسكتوا رغم شغلكم بالاعلامي، وسكتوا رغم ان كل واحد عنده دور الاعلامي بجانب الدور الاداري، طبعا ادوار كتير، لكن بكل امانه احنا بنتكلم بكل امانه. والكوره تاني هو والله تاني يا جماعه، اي رياضه اي رياضه في الدنيا بدراع اللاعب اللاعب، لكن في كره القدم في مشكله واحده بس، ان فعلا لو العين اخطات او حصل مجاملات، يعني مثلا في تنس الطاوله مفيش الكلام ده، اللاعب جامد جامد خلاص اللي بيكسب لعبه فرديه، انما في الكوره ممكن واحد فعلا كويس يضيع حقه. ليه؟ لان هو اتحط في منظومه فاشله. انا عايز انهي الحته دي، ان بصراحه بعد بطوله الشباب دي بكل امانه بكل امانه يجب محاسبه اتحاد الكوره. عموما خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنفصل سان داونز ونشوف اهم نقاط القوه والضعف فيما يخص هذا الفريق. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، احمد ثابت وكريم سعيد في ضيافه شاشه البيت الكبير، اتفضلوا. تمام طبعا سان داونز، نبدا بالتشكيل الاول. التشكيل مكوينه المدرب بتاع سان داونز، هم عندهم طريقتين لعب، الطريقه الاولانيه ال 4 3 1 2 دي الطريقه اللي غالبا هيلعبونا بيها، 4-3-1-2. في حراسه المرمى ويليامز، ده حارس مختلف عن السنه اللي فاتت يا جماعه، السنه اللي فاتت كان الحارس دينيس اونيانجو الاوغندي، السنه دي هم تعاقدوا مع ويليامز حارس منتخب جنوب افريقيا وقادم من سوبر سبورت يونايتد الجنوب افريقي. الاثنين المساكين كيكانا ومافالا، اللي هو الاثنين المساكين، مافالا ده نحط عليه دايره لانه مميز في الضربات الركنيه اللي هنجيبها، لانه مميز في الالتحامات الهوائيه. كيكانا ده من السنه اللي فاتت. لا كيكانا ده واحد ثاني غير بتاع السنه اللي فاتت ده، اعتزل. ماشي. كيكانا ده واحد تاني. عندك بعد كده مديبة الباك ليفت، ده خطير جدا جدا، رقم 17 مديبة. بيخش لجوه دايما، وهنشرح عمليه بناء الهجمه بتاعتهم. مداو الباك رايت اللي هو الظهير الايمن، اللي في النص رقم 4 مكوينا، نحط عليه دايره، اهم لعيب في بناء الهجمه واكتر لاعب عامل تمريرات صحيحه في دوري ابطال افريقيا مكوينا، اللي هو اللاعب رقم 4. الاثنين اللي بيكملوا القدام مارسيلو اليندي اللي هو القادم من تشيلي، واغلى صفقه جابوها بحوالي 1.6 مليون يورو من تشيلي، وسيفيلي اللي هو رقم 21 الجنوب افريقي، قدامهم مايما. مايما هو راس الحربه، بس بيلعب دايما بيخليه يبقى تحت، بينزل لتحت مهاجم متاخر عشان يعمل شكل الدايموند في وسط الملعب مع الثلاثه في وسط الملعب. مورينا هو الجناح اليمين، وكاسيوس مايلولا الموهبه الصاعده بقوه وهداف البطوله ومسجل 3 اهداف، وتاني هدافي الدوري في جنوب افريقيا بعد بيتر شيلويل اللي هو المهاجم في سان داونز. دي اول طريقه لعب. الطريقه الثانيه 3-4-3 برضه بنفس الفكره، بس الفكره في ايه؟ الفكره ان هم بيبنوا الهجمه بالبيلد اب بتاعهم من خلال هات التشكيل الثاني، من خلال 2-3، من خلال سقوط مكوينا في وسط الملعب. اهم حاجه في سان داونز والفكره اللي بيعملوها هي البيلد اب، بناء الهجمه، بيستخدموا طريق جوارديولا في بناء الهجمه، ان الظهير الايمن والظهير الايسر بيخشوا لجوه، بنسميهم فولس باك في عمليه تحضير الهجمه. هات التشكيل الثاني، ده التشكيل الثاني اهو، من خلال سقوط مكوينا في وسط الملعب نفس العناصر، يعني كيكانا مودا ومافالا نفس التشكيل برضو 3-4-3، ولكن هو ساعات بيدخل بيتر شيرويل اللي هو الهداف، بس لما بتكون المباراه على ملعبهم، لكن بره ملعبهم بيبدا بمورينا عشان مورينا اسرع. هات بس حالات البيلد اب، هتكلم على البيلد اب بس عشان اربط بالتشكيل. البيلد اب بتاعهم دي اهم نقطه في سان داونز، وهنا مارسيل كولر لازم يفكر في اليومين دول، انا بلعب كضغط عالي في النادي الاهلي بالاربعه 3-3 طريقه اللعب. النهارده هم عندهم خطين لعب، ادي نبص على بناء الهجمه بتاع سان داونز. هنا رقم 25 مداو ومديبة اللي هو الظهير الايمن داخلين لجوه، فبقت كام الشكل؟ دايما بنقسم في بناء الهجمه لكام منطقه؟ لاربع مناطق، زون A، زون B، زون D، زون C. زون A اللي هي فيها 2 لعيبه، وزون B 3 لعيبه. هنا الباك اليمين دخل لجوه،
والباك الشمال دخل لجوه، احنا متعودين ان الباك دايما بيفتح. صح. لا، هنا الباك دخل لايه؟ لجوه، عشان كده بنسميه فولس باك، باك عكسي. هنا زي ما احنا شايفين ده اللي معاه الكوره ده الباك ليفت مديبة. ارجع بس بالصوره اللي فاتت، تحديدا الصوره اللي فاتت دي مبينه الشكل 2 3 بنسميها البيلد اب، 2 المساكين والثلاثه اللي قدامهم. فانت هنا لو انا ضاغط مثلا بمحمد شريف او ضاغط بكهرباء وقفشه، هنا مين اللي هيمسك الباك ليفت والباك رايت؟ هنا السؤال، لازم مارسيل كولر. اه انا هضغط بالاثنين، بس هم انا شايف ان الاثنين المساكين كورتهم قليله قوي، بيعانوا وعندهم مشاكل كبيره مع الضغط العالي، لكن اهم لعيب فيهم في عمليه البناء الباك ليفت ومورينا. هات الصوره اللي بعدها برضو في البناء، هتبص على الشكل هيبين لك اكتر ان اكتر اثنين عاملين تمريرات صحيحه في البطوله اللي معاه الكوره ده مديبه ورقم 4 مكوينا. الاثنين دول اهم اثنين اهو، رقم ايوه ده مديبه اللي معاه الكوره ده. هات برضو اللي يعمل سبوت، نعمل سبوت على الثاني رقم 4 مكوينا. دول اهم اثنين في بناء الهجمه لصن داونز، ودول اللي لازم النادي الاهلي يمنعهم من. معلش سؤال، هو هنا في مثل هذه الحالات لو انا قطعت الكوره هيبقى عندهم يعني قد تكون نقطه قوه زي ما انت بتقول، هذه المنطقه قد تكون نقطه قوه، ولكن نقطه القوه دي هي في نفس الوقت نقطه ضعف كبير وجهه في اللي انا شايفه ده. برافو عليك في في الفضيان اللي انا شايفه ده هي نقطه ضعف كبيره جدا في الحاله الهجوميه. برافو عليك. هات يعني الحالات بتاعه التعامل مع الضغط كده زجاله، هات الحالات اللي هي اللي بنسميها الضغط على صن داونز اللي الكابتن اسلام بيتكلم فيه. هم بيعملوا بناء هجمه بشكل ممتاز، لكن بص بقى لما بتضغط عليهم بشكل صح بيعملوا ايه. هنا النادي الاهلي لو ضغط عليهم بصوره ممتازه في الضغط العالي بيعانوا. بص القطن الكاميروني لما ضغط عليهم هتفصل الفرقه. ايوه، لما انت تضغط عليهم بشكل ممتاز، انت بص اهو القطن قدرت تضغط. هات بعد كده كمل، هتلاقي ان العمليه تحولت بسرعه. فانت هنا مهم عمليه الضغط على صن داونز. بص هنا برضو اه كابتن اسلام اهي نفس الكلمه اللي حضرتك بتتكلم فيه، ان هنا الكوره لما ضغطوا عليهم لعيبه القطن قدروا ان هم يعملوا مرتده في ظهر الدفاعات. فانت مهم جدا ان انت ما تعدهمش من وسط ملعبك في الحته دي، ان انت تكون مذاكر كويس الضغط. سلاح ذو حدين، احنا طبعا لعبت بضغط عالي هتضطر. معلش يا سمير، هات لي، انا اسف يا كريم، هات لي الصوره الاولانيه خالص اللي هي بتاعت 3-2 اللي هم الباكين داخلين لجوه، دي اهم صوره بالنسبه لي يعني. اتفضل يا كريم. هتضطر ان انت تقدم خط الدفاع بتاعك لو ايه؟ لو انت لعبت بضغط عالي. انا بس معلش هي النقطه دي تحديدا. اتفضل. النقطة دي تحديدا هي اللي بس دي الأهم بالنسبة لي. لو جبت لنا هنا اللقطة هنا هتبقى إيه؟ لو ما ضغطتش واستنيت اللعيبة واستنيت الفرقة، فهتبقى عندك الجزء ده كله هيبقى فاضي، صح؟ هتقدر تضغط مثلا من بعد وسط الملعب، مظبوط؟ فبالتالي لو ضغطت هيبقى أهم حتة تلعب فيها الأطراف، هي الأطراف بتاعت اللعب بسبب وجود الاتنين لعيبة دول. وأنا بقول لك ان هو ما يقدرش يعمل كده، ما يقدرش، لانه لو عمل كده مع ضغط، حتى بلاش ضغط عالي، بلاش هاي بريشر، لو ضغط حتى من بعد وسط الملعب كده او من بعد دايره الوسط وقدرت تاخد الكره، هيبقى عندك مساحات كبيره، مساحات ورا الظهيرين. بس في نقطه مهمه، ان هو عمل التكتيك ده كابتن اسلام عمله قدام القط، ما عملوش مثلا قدام الهلال، لا عملوا قدام القطن بره ملعبه، بره ملعبه، على انه القطن اقل فريق، اقل فرقه، وبدليل ان هو اوريدي حاطط جون في الدقيقه 10 بسبب ايه؟ بسبب الضغط العالي اللي هو بيمارسه. صن داونز في وجهه نظري السنه دي مختلف، نسخته مختلفه عن نسخه بيتسو موسيماني اللي فضلت عايشه حوالي 6 سنين. بسبب ايه بقى؟ بسبب ان بيتسو موسيماني في وجهه نظري هو واحد من المدربين الفنيين مؤمن تماما باللعب على الاجنحه. مكوينا ما بيلعبش من الاجنحه خالص. 90% من هجوم نادي صن داونز من العمق، افضل فريق في افريقيا حاليا بيخترق من العمق. ماتش الهلال وماتش القطن الكاميروني كل هجماتهم في ال 90 دقيقه من العمق. بس في قبل ما نتكلم على الاختراق من العمق، بص يا كابتن اسلام الضغط اللي بيمارسوه بطول الملعب ايا كان من المنافس. ده دي مباراه ايه؟ دي من الهلال. دي مباراه، لسه كنت هقول لك، دي مباراه الهلال. والهلال خلي بالك السنه اللي فاتت عمل مباراه جيده جدا مع صن داونز في بريتوريا، هم اتغلبوا بس كانت مباراه كويسه، وحتى كان ليهم هدف واتلغى. الضغط العالي بيمارسه صن داونز على المنافسين كويس جدا، وبيقدر ان هو يغلطهم. ده حصل فين؟ حصل في الهدف اللي جابوه فيه مرمى القطن في الدقيقه 10. القطن ضغط عليه هوب غلط،
مرويلا خد الكوره وحطها هدف. طيب تعالى بقى نبص على واحده من اهم النقط، واعتقد دي اهم نقطه سان داونز، وبصراحه محتاجه شغل كتير قوي من الجهاز الفني. الفريق مش ممكن على جرأته جريء للغايه في انه بيخترق اي حد من العمق. يعني انا مش طبعا نادي الهلال لعب قدامهم 4-5-1، في ستارتين قدامك هما، وبرده مكوينا مصر على لعبته ان هو يلعب بيه من العمق. طيب عايز بس في صوره عايز ابين فيه دي طبعا ده من مباراه القطن، ونبص على ميلوله ازاي بيخطئ هنا. بص بقى يا كابتن اسلام اللعبه دي، بص بقى اللعبه دي، قول لي كده جاوبني، اللاعب اللي معاه كوره معاه كام اوبشن تمرير؟ واحد كام اوبشن تمرير؟ ثلاثة ومفتوحه بالنسبه له، خمسة. ادي واحد بيجري ودي واحد ده بيجري، وممكن هنا يلعب وممكن هنا يلعب وممكن هنا يلعب، مش ممكن. صح. الفرقه واقفه بطريقه مديه كذا اوبشن لحامل الكره ان هو يلعب تمرير. طب تخيل بقى في الاخر مع كل التمريرات دي في اللعبه دي ما ممررش شوط، شوط الكوره وقعت من الحارس ودخل ميلوله وكمل الكوره هدف. فخطوره سان داونز في وجهه نظري مع مكوينا انه بيقول لك انا جايب لك شويه حريفه بيلعبوا بالظبط، جايين نلعب خماسي، احنا ما بنلعبش كرات طوليه، ما بنلعبش على الاطراف، ما بنتعملش كرات عرضيه. حتى معادي الهلال السوداني النقطه احنا بنتكلم عن حضرتك فاكر حلقتنا وثابت، وقعدنا ننصح بالابتعاد تماما عن نلعب مع الهلال كرات عرضيه، بلاش يا جماعه نعمل كده، وللاسف احنا وقعنا في الفخ ده. مع سان داونز بقى، سان داونز هيفضلوا يلعبونا من العمق، ده محتاج ايه؟ محتاج حاجتين، لياقه بدنيه انك هتلاعب ناس حريفه وطبعا هيغلطوك، انت عارف لما بتلاقي قدامك لعيبه حريفه ومسيطرين على الكوره ده بيستفزك وممكن يوقعك، يتعبك اكتر جدا، وممكن يوقعك في فاولات كتيره، ممكن يوقعك في انذارات. فاحنا طبعا عايزين نقول ان الفريق ده قدر يكسبنا السنه اللي فاتت رايح جاي، الفريق ده السنه دي كمان مطلع لعيبه جديده، وكاسيس ميلوله ده ولد مش ممكن 21 سنه رهيب، 3 اهداف في ماتشين وبيتحرك بطريقه ممتازه جدا جدا بين الخطوط. اوكي، فاحنا كل اللي احنا محتاجينه ان شاء الله خلي بال حضراتكم دي اهم نقاط القوه اللي احنا بنتكلم فيها بالظبط. يعني احنا ليه بنكبر وبنقول كذا لا كذا لسه هنخش في نقاط الضعف وعايزين نكبر ونكبر كل حاجه، وعايزين نكبر في صحه الماتش بالذات طبعا، ولكن على الجانب الاخر هنتكلم لسه عن نقاط الضعف. عندك نقاط ضعف واضحه يعني انا وانا قاعد كده شفتها. الاول بس نكمل الضغط، عندهم ميزه كمان يا كابتن اسلام في الضغط، هم منظمين قوي في الضغط. بص هنا انا بس عايز اتعامل ازاي هم هيضغطوا عليك، هنا دور محمد الشناوي هيبقى مهم في بناء الهجمه، هنا كاسياس مايما اللي هو مايما الاول اللي هو رقم 35 درس الحربه، بس هو دايما بيسقط عشان مش مواجب صريح، هو بينزل دايما يسقط عشان يعمل الربط مع اليندي وسيفيلي اللي هم في وسط الملعب، وبيتر او مورينا وكاسياس مايلولا اللي هم الوينجين بيروحوا يضغطوا على ايه؟ على مثلا عبد المنعم وياسر ابراهيم، او عبد المنعم مثلا واي حد تاني جنبه، عبد المنعم مثلا وياسر ابراهيم او محمود متولي، هتلاقي الاثنين دول رايحين، وهتلاقي ميما رايح على الشناوي بنفس المنظر ده. فانت لازم بناء الهجمه بتاعك لازم تخلي بالك ان الشناوي، انا بشوف ان الشناوي مميز في التعامل ده مع اللي هو التمريرات الطوليه، لان الضغط ده نموذجي. هنا ميما هات الصوره اللي بعدها هتلاقي طريقه اللعب بقت 4-4-2 دايموند او 4-3-1-2، ميما اللي هو الفيرويد وكاسياس مايلولا ومورينا. كمل ده الشكل اهو، هنا مع عمليه الضغط ادي الدفاع العالي بتاعهم، وادي الثلاثه اللي في وسط الملعب، وهنا اللي في النص المهاجم، وبعد كده عندك قدام بيتر شيلويل وكاسياس مايلولا اللي هم الاثنين اللي قدام 4-3-1-2 دي الهلال لا قدام الهلال، لكن طبعا سان داونز 4-3-1-2 اهي. في بعض الماتشات بيلعبوا 3 ورا ازاي؟ عن طريق اصلا مكوينا، زي ما اتكلمنا في عمليه بناء الهجمه مكوينا بينزل والباك ليفت بيخش، فانت مهم ان انت تعمل عليهم ضغط بشكل كويس. هنا برضو ادي الضغط بتاعهم، واحد رايح على حارس المرمى، عشان كده بقول لحضرتك دور الشناوي هيبقى مهم في بناء الهجمه، ولازم يبقى الاثنين المساكين بتوعك. انا بشوف ان متولي وعبد المنعم هيفيدونا جدا، لان الاثنين كرتهم حلوه قدام فرقه زي دي. بس لازم نلعب بسرعه. طبعا. انت بص هنا يا كريم اللي انت كنت بتتكلم فيه. ده الجون بتاع القطن. لما ضغطوا على القطن غلطوهم. ايوه بس هو بتاع القطن طبعا في فروقات فرديه ومهاره اقل، لكن اكيد يا كابتن اسلام حتى لو حد كويس لو تباطأ
في اخراج الكره هتيجي جول على طول، هتلاقي في واحد في وشك، انت هتعمل ايه؟ ما انت هتلاقي واحد بيضغط عليك بسرعه. طيب جدا جدا. ايه تاني اهم نقاط؟ الضربات الركنيه، ما ننساش نتكلم برضو على الضربات الركنيه بتاعتهم. عندهم الاثنين المساكين دايما بيطلعوا على منطقه الجزاء، لازم يتعامل عليهم مان، هم خطورتهم في الضربات الركنيه الاثنين المساكين بس من الاخر، اللي هو كيكانا ومافالا، الاثنين المساكين زي ما احنا شايفين. لازم نخلي بالنا ان احنا نعمل مان على الاثنين المدافعين اللي جايين من ورا، بتتلعب لهم دايما على قوس منطقه الجزاء اهو زي ما احنا شايفين. كمل برضو مارسيلو ليندي اللي هم جايبينه من تشيلي، ده اللي بيرفع، كمل هات الرفعه بعد كده راحت فين اهو برضو عند الاثنين الايه المدافعين. هات الضربه الركنيه اللي بعدها في الماتش الثاني نفس الشكل اهو، مين اللي هو اللي حاطط حاجه حمراء على راسه ده؟ برضو المساك اللي هو مافالا، وجنبه المساك الثاني، هتتلعب لهم فين؟ عند قوس منطقه الايه الجزاء بنفس الشكل. فانا لازم اعمل مان، بس نصيحه للاعيبه النادي الاهلي ان انا لازم اعمل مان على الاثنين المساكين بتوع صن داونز في الضربات الركنيه. في حاجه ثانيه في نقاط القوه؟ لا لا. طيب في التمريرات الطوليه طبعا، التمريرات الطوليه بتاعتهم هم ما بيجاوش ليها كتير يا سيد. يعني لا، التمريرات الطوليه الارضيه زي ما انت كنت بتتكلم اللي هي العمق. لا لا، ما دي اللي ما تقدرش تقول عليها تمريرات طوليه، الناس هتفهم ان هم بيلعبوا لا لا مش عالي، الكره الانجليزيه الكره العاليه، هي المقصود بيها ان هي تمريرات في العمق، لان هم دايما بيهاجموا انصاف المساحات والزون 14 بالذات زي ما انت اتكلمت وقلت. بس احنا مش طالع مش عايزين نتكلم عن النادي الاهلي ولا ايهاب، بس انا عايز اقول بس حاجه واحده، ربما الشكل اللي احنا بنتكلم فيه ده يجبرنا في وجهه نظري ان احنا نرجع ثلاثة الله اكبر عليك الله اكبر. طب ما ممكن 4-3-3، انت عندك ثلاثة ارتكاز، ممكن ديانج ومروان عطية وحمدي فتحي. ايوه مش قصدي، مش فاهم انا في كل الاحوال ما اعتقدش في الشكل ده محتاجين بلاي ميكر في بداية المباراة، ده في وجهة نظري. انت محتاج ثلاثة مكان في وسط الملعب، مروان عطية، حمدي فتحي، ديانج، دول انا شايف ان هم حالتهم الفنية هايلة. يعني طيب اهم نقاط الضعف اللي موجودة بقى، احنا كده اتكلمنا عن نقاط القوة، اهم نقاط الضعف بقى نشوف بقى نقاط الضعف. هم اولا المساحات اللي خلف الباك ليفت دي نقطة، يعني ان شاء الله تكون واحدة من الاسلحة المهمة للنادي الاهلي. بص الباك ليفت مديبة اللي احنا اتكلمنا عليه هجوميا قوي، لكن على المستوى الدفاعي لما بيهاجم زي حضرتك هنا في ثغرة زي اللي حضرتك لاحظته في اول صورة اهي. بص هنا القط ده قدام القط، يعني قدام القطن وهم كسبانين كمان. بص هنا الكره اتلعبت من وراه، المساحه اللي في ظهره قدر كمل، هتلاقي ان هي اتعملت بالعرض وقدر من خلالها برده لعيب القطن طبعا هنا الحارس صدها، طبعا دي جوده مهاجم. يعني هنا برده نفس الكوره، هنا لعيبه الهلال السوداني بتعمل ايه؟ بتعمل تمرير طولي في ظهر الباك ليفت. هنا دور حسين الشحات ومحمد هاني مهم جدا في استغلال النقطه دي. انت بتلعب او خالد عبد الفتاح حتى لو بدا ناحيه اليمين مع حسين الشحات، مهم حسين الشحات ان هو يستغل المساحات الموجوده ورا الباك ليفت او اكس من اللاعبين اي حد بدا سواء طاهر حسين اي حد. هنا برضو اتلعبت برضو في المساحه قدر من خلالها هنا برضو نفس الشكل. دي اللي انا بتكلم عليها بقى، اللعبه دي مثال، اللي قدام حضراتكم دي مثال حي لكل اللي انا كنت بتكلم عليه في بدايه الكلام، ان اي كوره هتتقطع تبقى في وسط الملعب وتتقطع من وسط الملعب هيبقى عندك الناحيه اليمين، ولو بص الناحيه الثانيه كمان يعني لو جبت لنا الناحيه الثانيه باينه برضه. بص الناحيه الثانيه فيها قد ايه؟ فيها جزء كبير قد ايه؟ انا ما اعرفش جايبينها ولا لا، لكن بص الجنب ده، لان هم الاربعه هم 1 2 3 4 سواء لعب هنا او لعب هنا. بس عايز سرعه بقى يا كابتن اسلام، سرعه. ما هو عشان بيدخل الباك لجوه، فلما تتقطع بيبقى في مساحات في ظهره، في التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. يعني بص اللي بيلعب الكوره ده قدامه، ما هو برضه هنا اهو مع الهلال دي، الهلال عنده حلين او ثلاث حلول، والثلاث حلول يودوا للجون وانفراد من نص الملعب. صح ايوه، يمين وشمال وفي العمق. ليه؟ لان هو مدخل الباك لجوه فولس باك، فمدخله، فلما اتقطعت بقى في مساحه في ظهره. يبقى هي هنا القطعه والسرعه في التحول من الدفاع الدفاع للهجوم، هذا هو هيبقى سلاح النادي الاهلي، سلاح النادي الاهلي القويه في هذه المباراه، ودي او اهم نقطه ضعف لفريق نادي سان داونز. تعالى برضو اللي حضرتك بتتكلم فيه وهو الضغط اللي احنا اتكلمنا فيها، الضغط على لعيبه سان داونز هنا برضو بنفس الشكل. سوء التعامل لسان داونز مع ان انت ازاي بتتعامل مع الضغط هنا، لو ضغطت زي ما اتكلمنا في البدايه، لو ضغط ذكي. لان في ماتش الهلال كانوا بيضغطوا عليهم ضغط عالي، بعض الاوقات لو سان داونز خرج بالكوره يبقى انت في مشكله، عندك مشكله. يعني لو خدت قرار ان انا اضغط عالي، ما عنديش غير تو اوبشنز، يقطع يا فاول، ناخد الكوره اعمل فاول. صح، لا ملهاش ثالث. لو خرج هو بالكوره بالضغط العالي بتاعي، عندك مشكله، اعرف ان هو هيروح في الحاله الهجوميه بتاعته. طيب، واحد على واحد نكمل كلامنا. عايز اقول حاجه برضو في حته الضغط، ان مهم جدا، انا بشوف هي النقطه السلبيه الوحيده عندنا في افريقيا ان مارسيل كولر بيستخدم الضغط طوال المباراه،
وديت بصراحه انا بشوفها مشكله، عشان كده لعيبه النادي الاهلي بتقع بدنيا. لازم انا اقسم الضغط، دي نصيحه، لازم الضغط يتقسم، ما يبقاش طول المباراه. ما فيش لاعب في مصر بيستحمل الضغط 90 دقيقه. مارسيل كولر مدرب كبير جدا جدا، بس في اللاعب المصري محتاج ان انا اقسم الماتش معاه. الضغط العالي على لعيبه سان داونز، انا ضغطت 20 دقيقه، بعد كده ارجع اقف بشكل كويس في وسط ملعبي. على فكره دي كانت مشكلتنا في مباراه الهلال، ان انت نزلت ضاغط مع اجواء في ملعب صعب، في بتلعب في الشمس الساعه 3. طيب ناخد عالي. اهم نقاط، بقيه نقاط الضعف اللي موجوده. تمام، احنا اتكلمنا على اللعب من العمق والضغط على سان داونز، كمل هات بقيه الحالات بتاعت الضغط. الضغط ايوه هنا برضو نفس الشكل، هنا ماكوينا لما دخل، هنا ماكوينا اللي هو رقم 4، بص هنا بيشاور له بيقول له بازيلي، هو ده اهم واحد في التمرير، هو فاضي فعلا، هو فاضي. لما اتقطعت، عشان كده بقول لحضرتك انت مهم تضغط على الاثنين المساكين. هم عندهم كذا خط، الخط الاول اللي هو اللي طيب. فيه الاثنين المساكين، بعد كده الخط الثاني اللي هو فيه الظهير الايمن والظهير الايسر ومكوينا في النص، بعد كده فيه مارسيلو ليندي اللي هو من تشيلي و اللي هو اللعيب اللي جنبه، وبعد كده فيه ثلاثه قدام كمان، ففي عندهم كذا خط. هنا برضو الضغط اهو، لما اتقطع الضغط في وسط الملعب بنفس الشكل، الضغط المنظم ازاي تضغط على سان داونز وتعمل التحول من الدفاع للهجوم. دي اهم نقطه ضعف في سان داونز، والمساحات الموجوده ورا الظهيرين اللي اتكلمنا عليها، سواء الباك ليفت او الباك رايت. اخيرا طريقه لعب النادي الاهلي من وجهه نظرك يا احمد، افضل تشكيل 4-3-3. بشوف ان محمد الشناوي محتاجين اتنين مساكين كورتهم حلوه زي محمود متولي ومحمد عبد المنعم، طبعا باقي اللعيبه ممتازين. ناحيه اليمين بشوف محمد هاني، رغم ان خالد عبد الفتاح ماشي بشكل كويس قوي، بس محمد هاني خبراته في الماتشات دي بتبقى حلوه، يعني ان شاء الله خبراته تكون عاليه. علي معلول طبعا، الثلاثه اللي في النص ديانج قدام الاربعه، اليمين مروان عطيه واحد من المكاسب المهمه جدا للنادي الاهلي في الفتره الاخيره، واليو وحمدي فتحي، يبقى انت المثلث اليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطيه، والثلاثه اللي قدام حسين الشحات واحمد عبد القادر وكهربا. كريم، نفس التشكيل بس هختلف مع ثابت في مركز الباك اليمين. انا افضل استمرار خالد عبد الفتاح، ان خالد بيقدم حته نفس القوه والسرعه في الارتداد، دي مهمه جدا، ودي انا شايفها بصراحه هو بيقدمها بشكل كويس. وبقيه التشكيل كله انا متفق معاه، واعتقد لا خلاف، خصوصا في حته كهربا، لان ساعات كولر بيحب يعمل روتيشن في المركز ده. اتمنى لا، هذه المباراه لا يوجد فيها يعني صراحه، لا كهربا كمان بكل امان، خلينا نتكلم بصراحه اسلام. كهربا في مركز المهاجم الصريح حاليا هو رقم واحد. عموما كل اللاعبين جاهزين، وانا لو انا مكانك هختلف تماما في الناحيه الهجوميه مع الثلاثه او الاربعه، يعني كل واحد فينا قد يكون له وجهه نظر مختلفه، وفي النهايه احنا هننتظر ليوم السبت ونشوف مين اللي هيكون متواجد. واحنا الحقيقه عندنا ثقه كبيره جدا جدا في اي حد هيلعب ان شاء الله يوم السبت، لان هذه المباراه زي ما قلنا لحضراتكم دائما، هذه المباراه للحظ يعني، معرفش كل سنه بيحصل كده ايه، لا تقبل القسمة على اثنين، لا تقبل القسمة على اثنين زي ما دايما بنقول. بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا، شكرا جزيلا. شكرا كابتن اسلام، وتوفيق للنادي الاهلي يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كريم على وجودك معانا. كانت هذه هي حلقة نهاية الأسبوع في البيت الكبير، إن شاء الله يوم السبت القادم هتكون مباراة الأهلي وسان داونز، وإن شاء الله نكون مع حضراتكم يوم الأحد، وحلقة جديدة من البيت الكبير إن شاء الله تكون يا رب بعد مكسب مهم للنادي الأهلي. نرجع تاني بقى في المجموعة في إفريقيا، إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي يوم السبت القادم في هذه المباراة الصعبة. أشوف حضراتكم على خير، وحلقة جديدة من البيت الكبير إن شاء الله يوم الأحد.